لهاد الوصفة نحتاجو 3 حبات طوماطيش متوسطين، حبة بصل متوسطة، شوية قزبور غسلته مليح بالماء والخل 2 ساعة المرات، وانا نغسلو ونعاود المرة الأولى بالماء والخل، والمرة الزوجة شللتو من الخل. حبة كابويا مقطع رقيق، حبة زرودية مقطع رقيق، 1/2 ملعقة صغيرة تاع فلفل كحل، 1/2 ملعقة صغيرة تاع فلفل أحمر، 1/2 ملعقة صغيرة تاع سكنجبير، ملح، وهذا الحبق أو في بعض المناطق يعيطولو في الغرب يعيطولو نعناع الفطار. هذا في الأخير نزيدوه بالنسبة للنمس الساعي، هادو رقائق الشوفان نزيدهم في الأخير. وبالطبع في الأول نبدأ ملعقة كبيرة تاع الزيت. نبدأ في الأول نطحن الطوماطيش والبصل، نطحنهم بالميكسر. قطعت الطوماطيش رقيقة والبصل رقيقة باش نساعد الميكسر باش يطحنها لي، ونزيد شوية تاع الماء باش نعاون الميكسر. نعملو ملعقة تاع الزيت سخون. بعد ما الزيت سخنت رميت الطوماطيش اللي طحنتها مع البصل، هذيك الطوماطيش كنت نحيت لها القشرة تاعها. نزيد البطاطا اللي قطعتها رقيقة بالحمص، الكابوية، نزيد القزبر، نزيد الحرش او التوابل، خلي الخضرة تاعي طيب. انا عملتها في كوكوت مينوت 10 دقائق، نعاود نفتح عليها على نار متوسطة بلا ما نزيدو الماء. الخضرة راها طابت، نزيد الماء دروك 1.5 لتر تاع الماء، نزيد شوية تاع القزبر بالشربة تاعي. هاد القزبر نأكد لكم لازم تغسلوه مليح، انا هنا راني نعمل شوية خل طبيعي، المرة الاولى نغسلو بالخل الطبيعي والمرة الزوجة نشلو بالماء هايل، حتى 3 مرات تغسلوه. هاد الحشائش تاع القزبر، معدنوس، نعناع، رسنود فلور في التشربة، كاين هوايش بزاف فلور، دونك لازم نغسلوهم مليح. خليتو شوية في الخل والماء شوية، عادة نعاود نغسلوهم نشلوهم الخل. بعد ما غلات الشربة نزيد القزبر يغلي معاها شوية، نزيد طوماط كونسونطخي ملعقة كبيرة. بعد ما دابت الطوماطيش نحلت شوية الطوماطيش، نزيد هاد الشوفان ونحرك. نبدأ نحرك هذاك الشوفان اللي ضفته، نخليه غير شوية غير تغلي ونطفي عليه. هاد الشوفان سريع الطهي. بعد ما طفيت الغاز، انا هنا صاي خلاص طفيت الغاز، راه عاقته وبنينه شريبه وصحيه، نزيد هذا الحبق ونخلطه. هذه هي الشربه تاعي بعد ما وجدت، زدت لها رشه تاع الحبق من فوق، 10 تاع الليمون لازمة، شوية سلطة معها، فطار ولا عشاء كافي. الشوفان راه مغذي أحسن من الخبز، أحسن من ليبات. جربوا هاد الوصفة وكتبوا لي في لي كومونتير. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاع اليوم، وإلا عجبتكم اعملوا لي إعجاب واشتركوا في القناة.